اللهم اجعل صيامي في صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقمتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من الشفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني في رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء وصحبة الكرام. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة. اللهم حبب إلي فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران. اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس الخلوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات. اللهم ارزقني في طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين. اللهم وفقني فيه وفقت الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار.